منحت جامعة بلغراد درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما لجهوده التنموية داخل مصر، وكذلك لنشر فكر وثقافة السلام والتعاون والبناء إقليميا ودوليا، وذلك في إطار زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى العاصمة الصربية بلغراد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبرا أنه ليس موجها لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخرا في مصر على العديد من الأصعدة، مشيرا إلى أن قرار منح الرئيس السيسي درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء.